كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من الواد ديال مدينة كولميم. الواد بدا كيزيد حاليا كاين الشتاء. دابا انا حصلت هنا في كاين الشتاء، بدات الشتاء كتنزل من السماء بواحد الطريقة سرعة خطيرة. وكما كتشوفوا معنا اخوتي هاد الواد تبارك الله، الواد يلا وصل قبل قليل تقريبا شي ربع ساعة ولا 20 دقيقة يلا وصل الواد. هانتوما النيفو ديالو، ولكن اي لحظه ممكن يزيد على حسب الدعم. الا جاب الله لقى الدعم هذا الواد غادي يوصل الماء حتى لهنا هذه البلاصه. هذه البلاصه كامل كيهاجم فيها. وانا رايي على حسب هذا الواد دابا نورمال. عادي، واد عادي جاب الماء ديالو غادي بالسرعه ديالو بالطريقه ديالو. انا رايي خطير دابا حاليا هذا الواد خطير، صعيب ماشي ساهل. كنعتذر لكم على حسب الشاشه حيت اخوتي دابا الامطار كتنزل. نتمنى الامطار تحبس ونصوروا الفيديو ديالنا بواحد الطريقه كما بغينا حنا. دابا ملي كتكون العاصفه مجهده وكنصوروا بحال كيسبب لنا امطار اللي كتنزل لنا على الشاشه ديال الكاميرا، يقدر تسبب لنا مشكل في الكاميرا على حسب الميكروفون، على حسب الكاميرا ما يدخلوا ليها الماء. حيت هذه الكاميرا عادي جدا ماشي ديال الماء، ماشي هذيك ديال اللي تحمل المسؤوليه ديال الماء ما يدخلها حتى قطره بالماء. انتم اخوتي كما كتشوفوا ها هو كيتزاد، ها هو اخوتي ها هو كيتزاد. السلام 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 السلام. ها هو اخوتي، شوف السرعه تزاد، الواد حاس به كيتزاد. باش نكونوا واضحين اخوتي، هذا هو الواقع اخوتي، الواد كيتزاد دابا حاليا. كما كتشوفوا معنا هذا الواد كبير. شاشة اخوتي، شوف نتمنوا الامطار غزيره تستمر، علاش لا اسبوع كامله كنتمنوا باش نشتغلوا حتى حنا، ونتمنوا ان شاء الله يكون فيضان. باش عندنا فيضان حنا غادي نخدموا، غادي نستغلوا هاد الطريقه ديال الفيضان باش نوصلوا نديروا البوز كما كيقولوا. والله يجب غير الصحة والسلامة، عادي جدا. أنا في صالحي الفيضان، أنا في صالحي. إذا كان الفيضان راه غادي نوصل واحد المستوى، غادي ننجحوا من جديد. نتمنى أخوتي الساكنين ديال كلميم دعمونا، أي واحد باقي كيتفرج فينا يدير لنا أبوني للقناة، وعلاش لا اي واحد عنده شي واد صورو مثلا تيوزكي مثلا اسا زاك المحبس راه ممكن ترسلوا ليا في الواتساب. حيت مع الاسف اخوتي ما عنديش السياره باش ننقل. لو كان عندي السياره حاليا دابا، لو كان مشيت لكم صورت لكم الواد ديال اسا ديال زاك وانا نرجع بسهوله، ولكن مع الاسف نتمنوا ربي يسهل علينا باش نشريو السياره طانوبيل الكليو. الحلم ديالي انا هو الكليو، هادي كنت كنتمنى الكليو، كتعجبني الكليو، فيها واحد الديكور زوين كنرتاح فيها، ديجا ركبت فيها وعجبتني وتمنيت تكون عندي الكليو. وتا انا ننقل لكم مثلا كاين الفيضان في اكادير، نمشي لكم لاكادير نصور ونرجع لكلميم. كاين في الزاك اسا تيوسكي في هاد المناطق كلهم يقدر غادي نصور ونرجع بسهوله، ساعتين ثلاث سوايع كملت خدمتي. ننقل بالاريحيه بالطريقه السهله ونخدم بسهوله. الا ما كانت عندي السياره راه حدني غادي نصور لكم غير الفيضان ديال كلميم. نتمنى ان شاء الله الدعم ديالكم، الا دعمتونا كلشي غادي نديروه. نتمنى ان شاء الله، وشكرا كاع الناس اللي كيدعمونا اللي دائما كيوقفوا في جنبنا وكيساعدونا. شكرا لكم كاملين من هاد الواد ديال مدينه كلميم فيضان. هو اخوتي انا حاس به كيتزاد.
كيتزاد اخوتي دابا حاليا. ها خطير شو. اوو السلامة 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 يا ربي السلامة. ها هو كيتزاد اخوتي. شوف 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 راه كيتزاد السرعة ديالو. كنعتذر لكم على حسب الشاشة حيت الامطار حاليا كتنزل لي على الكاميرا وسبت لي مشكل على حسب باش يوضح لكم هذا الفيضان. نتمنى ان شاء الله العاصفة تحبس باش يبان لكم فيديو واضح. نتمنى ان شاء الله الحمد لله محظوظ انا اخوتي. جيت في اللحظه فاش جا الواد وانا نشوفه من لهيه وبدا نجري. لاحظت الصاك ديالي وانا جبت الكاميرا وانا نصور وانا نجي قدامه. والله لو كان جا مجهد لو كان داني معاه الله يحضر السلامة. والله السلامة 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 السلامة. أنتم أخوتي كما كتسمعوا الصوت ديال الواد ولا كيحط الصوت ديالو بسرعة ديالو خطيرة. كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشره من الواد العاصفه كاينه كما كتشوفوا كله راغن صراحه. كانت عاصفه مجهده الواد هو هذا صراحه. الواد مجهد بدا كيتزاد كل ربع ساعه كيتزاد كل 10 دقائق كيتزاد كل نص ساعه غادي يتزاد يقدر غادي يوصل هذيك البلاصه ويوصل هذه البلاصه حيت هذا الواد كبير. صراحه اجواء ممطره حاليا امطار غزيره قويه حاليا مستمره كما كتشوفوا كتنزل عليا الامطار. وغمرت لكم على ود الكاميرا على حياتي باش نبارطاجي لكم هذا الواد. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ها انتم اخوتي ها انتم شوفوا معنا هذا هو واد خطير بزاف صراحه. واد ماشي ساهل واد مجهد بزاف. نتمنى الكاميرا ما تعطر فيها هاد الشتاء على حسب الميكروفون. تماما هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو حيت العاصفه مجهده. اشتركوا في القناه وبارطاجيو وديروا لينا ابوني وساعدونا باش نوصلوا 100K. هلاو